واش انت تفتش على السي عمر وجيت تجري؟ السي عمر رد بالك من هذيك العائله الزينه، والله الا راه شرانيين، ما يخافوا لا من ربي لا من عبده. ماشي ما يبقاش يطرى ليك صافي صافي لقينا الحل مامتي فين غديها؟ غديها؟ غديها لشي بلاصة اللي ما عمري قرب لها شي واحد لا عندي ولا غيرها نمشي معاها انا ما عندي حتى مشكل ها؟ انتوما غير بقاو عاسين على الدار ردوا بالكم مفهومة مصطفى انا عليك مامتي مختار المختار واش انت هنا وانا دايخه عليك الله يهديك البنت بغات تمشي تكون مع نسابها خليها اصلا هاد النهار كان غير يوقع ويوقع وبيني وبينك من حقها ما تقولش ليها من حقها كيفاش من حقها ها شحال من عام هادي وانا كنتسني تزاد عندي شي عفيد ولا عفيده نلعب معاه ونتفلى معاه ها تجي لروك تقول لك انا غادي نمشي عند عمي الغالي عمي العيني ان شاء الله مختار كبر عقلك الله يهديك دابا الحفيد راه حفيدتك حتى واحد ما غيدلعها لك ساكنه معانا ولا ساكنه معاهم بحال بحال هذيك رقيه هي مولات هاد المشاكل هادي ولكن دابا غادي نشوف شكون اللي غادي يدوم ليها واش رقيه والغالي ولا احنا انت زعما ما كانش فراسك هادشي مين انا عارفه راك كتعرف بنتك كيفاش دايره حتى واحد ما كيعرفش مسح راسها حتى البنات ما فراسهمش الله يهديك المختار دابا غنبقاو هكا كنديو نشوفوا الهضره يلا البنات كنخلعوا عيني عليك وما بغيتش رقيه الصراحه تحس بينا باننا ما باغينهمش يمشيو عندها هذيك رقيه هي مولات هاد المشاكل هادي هي ولكن حسابي معها هو الاخر دابا تشوف المختار دابا فرح بحفيدتك واستغل هاد الوقيته اللي هي معاك وكبر عقلك الله يهديك يلا 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 تكون مع الوجه الحفيده لاش تتكمعتها يا ودي الله سيد حركي سيد قدامي